تكونوا منيحين. انا اليوم كثير منيحه. فيديو اليوم رح يكون فيديو مضحك، واللي هو لو الام صارت جوجل مثلا. تخيلوا امهاتنا يكونوا جوجل، اللي هو نحن بنعمل عليه بحث، اي شيء بدنا اياه، اي شيء بتلاقي احيانا شغلات سخيفه نعمل عليها بحث، واحيانا شغلات اهلنا ما بيتقبلوها. فتخيلوا، تخيلوا انه اهلنا يكونوا او امنا تكون جوجل. اليوم بالفيديو رح نشوف سوا لو الام كانت جوجل شو كانت رح تعمل، شو كانت رح تحكي. كمان بدي اقول اذا حابين تشتركوا بالمسابقه اللي انا عملتها لحتى تربحوا هاي الاغراض، روحوا تابعوا الفيديو اللي رح احطه تحت بصندوق الوصف، روحوا تابعوا الفيديو، اشتركوا بالمسابقه لانه بايامنا تقريبا فتره كثير قصيره لحتى نقي الفائزه. وخلونا نبلش بالفيديو لحتى نعرف الام كيف تكون لو كانت جوجل. كيف تصبحي نحيفه؟ ايش تفضلتي يا روحي؟ قلتي لي كيف تصبحي نحيفة؟ شو؟ نحيفة؟ نحيفة؟ من وين بدك تصيري نحيفة انتي؟ من وين؟ من وين بدك تصيري نحيفة وانتي حاطة المسلسلات بحضنك وقاعدة عم تتفرج عليها؟ من وين؟ من وين بدك تصيري نحيفة؟ فهمي؟ بيوتي. من يوم وطالع إذا بسمع اسم نارين بهالبيت أو بسمع حسة، حسة لنارين، حسك عينك، حسك عينك اسمع صوت نارين. انت واخواتك الثلاثه على نارين بيوتي من هون، سيدرا بيوتي من هون. انا على كل حال انا عم وجه رساله من هون لام نارين بيوتي، بكفي. كيف تعلم ان شخص يحبك؟ حبك برص ان شاء الله العمى بعيونك العمى. مين الشهاد؟ كيف تعلم شخص حبك برص ان شاء الله؟ لك اخ منكم، اخ انتوا البنات ان شاء الله هاد الشباب عم بيعملوا. كيف تعرف البنت تحبك؟ حبكم برص كلياتكم. تطابق برج الحوت والحمل. مين برج الحوت ومين الحوت؟ حوت اللي يبلعك بلعه ما اشوفك فيها طول حياتك. مين هاد برج الحوت؟ مين هاد برج الحوت؟ مكياج ماركت لوريال. الله، ايام زمان وقت الكارت قلم الحمرا ضاين معنا 10 سنين من بعد ما تجوزت ابوكي، وقلم الحمرا لهلا معي، لهلا معي قلم الحمرا، وقاعده عم تعملي لي ماركت لوريال. غذاء صحي لتخفيف الوزن. صحي لصنع الرجيم، ما شاء الله. وكان انتي شو الرجيم اللي بتعملي لنا اياه بالبيت؟ افلستينا لسه مقضي. قال ماما يا مامي عملت الرجيم، انا عم بلش اعمل رجيم. تلاقيه قاعده وحاطه الشيبس والكولا وفر 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 وفر. طريقه رسم الاي لاينر. لكن الاي لاينر اللي امي كانت بتعمله لك على حلب، كان شلون ما اتمختر بالشوارع لعالم تسالني عن الاي لاينر وعن الكحله اللي عاملتها. عم تسالي جوجل؟ عمو جوجل تعالي عن ماما جوجل تعالي. استغفري هيك 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 شفتي هي بتعمل لك الالوان المغريه. الالوان المغريه؟ الالوان الشو؟ المغريه؟ انا بقول لك الالوان المغريه، اللون المغري وقت العينك بتكون حمرة هالقد، قدك هيك بنفتحي هالقد، شفي هيك قابه. طريقه صنع الكيك. او ماي جاد، طريقه صنع الكيك يا روح الماما؟ بدك تعرفي طريقه صنع الكيك؟ يا لقلبي يدلي انا عليكي. بدل ما تبحثي عن طريقة صنع شيخ المحشي، ولا المحشي اليبرق، اعرفي اقلي بيضة، بعدين عملي صنع الكيك. هاتي انت شي بتمنى تكونوا حبيتوا وضحكتوا وانبسطتوا، إذا حبيتوا حطوا لايك وخلونا نوصل الفيديو ل 50,000 لايك لحتى ننزل جزء ثاني للفيديو أو مثل هالفيديو مثلا. فيني أعملكم الأب، تخيلوا الأب كمان يكون جوجل. كثير شغلات حابة أعملكم إياها، خلونا نحط لايك أهم شي، كمان اشتركوا بالقناة لحتى يصلكم كل جديد، وأهم شي تشغلوا الإشعارات لحتى يجيكم كل فيديو كل جديد بنزله لحتى يجيكم فورا على التليفون. بدي أقول كمان تابعونا مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي انستغرام، سناب شات، الفيسبوك، يونا، وستار فلو، كل هاد لون كل هاد لون تابعوني عليهم. رح تشوفوا كم اسم إلي على الشاشة، والأسماء التانية رح تكون تحت بصندوق الوصف لأنه ما شاء الله ما بيسعوا كتار. وكمان بدي أقول أنا عملت تويتر بس
ما بعرف انه ما استخدمت ولا شيء. اذا حابين تضيفوني رح تشوفوا اسم على الشاشه، وبدي اقول انه انا بحبكم كثير 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 كثير، وصلنا فيديو جديد، باي باي.